المخرج راهن عليها وهي كانت قد الرهان. يعني زي بنتين من مصر المفروض ان هو النهارده هيتعرض. انا رايي ده يعني من اكتر الافلام لمحمد امين اللي فيها رهان صحي وصحيح، وخدت عده جوائز زينه لانه فعلا. والصحفي ده انا اعرفه وكلمني برغم ان احنا اساسا يعني كان في بيننا مشاكل كتير يعني، بس هيتسجن ويستحق. اي حد يخش في اعراض الناس يعني لما يسجن احس انه خد جزاء، بس انا كان صعبان عليا كمان انه عنده ولاد وانه هيحسوا بالم. فالحقيقه كلمتها وقلت لها الحكايه، قلت لها شخصيا انا يعني مش بكلمك عن واحد انا اعرفه وصديق، لا بكلمك على حد انا اساسا مش متحمس له، لكن الحكايه 1 2 3. فالحقيقه تنازلت عن الدعوه، ولو كانت كان دخل السجن على طول يعني. كان الحكم تثبيت كانت سنه ولا كان قد ايه؟ سجن سنتين كمان. وهو انا رايي لو كان دخل يوم ما كانش يقدر يخرج يعني، لان مجرد تدخل السجن دي مساله صعبه جدا، فواخد سنتين. والمحامي قال له ما فيش قدامك غير انها تتنازل، يعني ما كانش فيه اي شيء يمنع سجنه الا ان زينه تتنازل. ما اعرفش عارف منين ان انا ممكن اكلمها وكده، فوجئت بيه بيكلمني. فقالت لي زينه، قلت لها طب هو، قالت لا ما انا بقول في كل حته ان احنا اصحاب. فقلت لها طيب خدي بقى تحملي بقى الذنب ده. وفعلا تنازلت وافرج عنه. واظن انه العقاب كفايه حاله التوتر اللي هو عاش فيها. وفي نفس الوقت زينه تسامحت، وانا حسيت انه يعني كانت اعلى بكتير من انه حد، برغم انه دخل في المنطقه المستحيل الواحد يتنازل عنها لانه دخل في الشرف في العرض، لكن دي راح تحسب لها. وكانت يعني على قد ما كان الجرح عميق، على قد ما كان كمان تسامحها في سموه. ده جانب انساني انا يعني احب اقوله. زينه يعني شانها شان كتير من الفنانين، ما اعرفش كانت بتعرف تختار ولا بتفاجئ بالعمل الفني. لكن لما مره ناقشتها وقلت لها انه الاختيار المره دي ما كانش موافق